نتواجد اليوم في قلب نقطة حلحلان، وفي هذا المكان كان يتواجد ميليشيات الحوثي والمخلوع. نحن الآن بعد أن تم تطهير نقطة حلحلان المطلة على وادي حلحلان، هذا هو مركز النقطة بعد أن سيطر أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معسكر ماس وأيضا على نقطة الجميدر. الآن نتواجد معنا هنا الأبطال المرابطون الذين كانوا من ضمن من حرر هذه النقطة، والمعارك التي تدور بالقرب منا في وسط وادي حلحلان. كيف كانت طبيعة المعركة التي دارت اليوم؟ المعركة طيبة والحمد لله أن صارت عظيمة، والحوثيين والأدبار بإذن الله الواحد القهار والأمور تمام إن شاء الله. والآن هذا أحد الأسرى الحوثيين الذي تم أسره في النقطة، نقطة حلحلان. من أين أتى هذا الحوثي؟ هذا من الحوثيين الذين كانوا هنا موجودين في النقاط. أنت هذا جاوب تقبل. من أي منطقة؟ كودي من الجوف. من الجوف. برا طالع عنان. عبد الغني بن صالح شملان. كيف أتيت إلى هنا؟ جيت أنا هكذا. من أي؟ جيت من الجوف. من الجوف. أيوة. تحركت إلى أين؟ أتحركت أنا إلى الحتارش مالب. إلى الحتارش. أيوة. من كلفك بالنزول إلى هنا؟ ما حدا كلفني. كلفوني الحوادث أنزل مالب. خلفوك الحوادث. أيوة. أجيت هنا فوق اسمه فوق قاطرة. صاحب القاطرة ما عز رضي يجي، قال حرب خلني أكمل، قال حرب، قلت خلاص عاجي أنا ومشيت أنا. إيش كنت تشتي تعمل هنا في بين الحوثيين هنا والمقاومة؟ عايز أصلح بينهم. تصلح بين من؟ بينهم. بين من؟ بين الحوثيين والناس كلهم المسلمين. والناس كلهم المسلمين. ايوه. إذن كما تشاهدون هذا هو الأسير يتحدث إليكم. هذا هو الأسير تحدث إليكم حول أن بعد أن تم استقطابه ونزوله إلى هذه المنطقة في منطقة حلحلان، انتصارات عظيمة يسطرها أبطال الجيش الوطني، والتقدم مستمر والمعركة مستمرة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع. المعارك تدور الآن في طلعة مياه، في طلعة حلحلان التي تطل على كمب الجفرة. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، مأرب.